نفت حركة حماس وجود أحد من مقاتليها في مدرسة التابعين التي استهدفتها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لاستهداف المدنيين، مشددة على أن سياسة فصائل المقاومة تشمل عدم التواجد بين المدنيين لتجنيبهم الاستهداف. وفي ذات السياق طالبت قطر بإجراء تحقيق دولي يتضمن إرسال محققين أمميين لتقصي الحقائق في استهداف الاحتلال للمدارس في قطاع غزة.